يعطيكم العافية. اليوم فيديو جديد مختلف، مش كتير مختلف، إله دخل في موضوع البين كمان زي ما احنا شايفين في التايتل نيوروباثيك بين. هلأ هذا التوبيك بيجي بعد الانسيدز كماتيريال، احنا بنحكي على بين. طب شو اختلف البين اللي حكيناه بالنان ستيرويدز مع ما حكيناش في الساينز والسيمتومز؟ هلأ بنحكي فيهم أكتر. البين حكينا هو وات ايفر ذا بيشنت سيز ات از. البين كود بي ديو تو اي دامج ان سم تيشوز ان سم ماسلز اند سو فورث. البين اللي بيجي ديو تو دامج ان ذا سكيليتال ماسلز او سم تيشوز بنسميه نوسيسبتيف. نوسيسبتيف النوسيسبتيف يعني بيجي زي ثروبينج، زي بنقف عليك، زي وجع الاسنان، زي الهيدك مرات، زي التروما. هذا يعني هو التايب هذا من البين. الدراجز اوف تشويس بالغالب هم النون ستيرويدلز توبيكال او سيستميك. هلا في نوع ثاني من البين. النوع الثاني من البين بيجي ديو تو دامج ان ذا نيرف، يعني هي عندي نيرف وصار في دامج هون. طب يعني راح اسال حالي ايش اللي بيعمل دامج على النيرف اللي بيعمل لي شيء اسمه neuropathic pain. عندنا two main causes أو three main causes. يا بيجي due to diabetes mellitus، فأنا عندي damage بالنيرف due to مثلا diabetes. المريض هاد بصير عنده إشي اسمه diabetic peripheral neuropathy، يعني الهاندز والفيت تبعون المريض بصير عنده pain. ولكن السيمتومز اللي بحكيها البيشنت اللي عنده neuropathic pain DPN مش زي النوسيسبتيف. بيجي بحكي لك عندي tingling، عندي heat، عندي cold sensation. هاي signs والsymptoms بتكون مع ال neuropathic pain. النوع الثاني اسمه low back pain، يعني عندي compression على النيرف جاي من الفقرات، فبتعمل كمان pressure أو damage بالنيرف فبتعمل لك ال pain. هذا ال patient بالغالب بحكي لك ال pain is not in one area, goes down to my leg. النوع الثالث أو الكوز الثالث من البين بيجي due to post infection، يعني عندنا صار في viral infection وصار في damage، ففي حالة اسمها post herpetic neuralgia بصير فيها pain. طيب راح أسأل حالي هل non-steroidals could be effective in this type of pain؟ الجواب أو لا، ومش كثير. يعني في minor very minor benefit للنونستيرويدال مع النيوروباثيك بين. طيب هل في مرات البين ممكن يكون ميكست؟ في انواع بيكون فيها ميكست تايب اوف بين. طيب يعني what are the drugs of choice for the neuropathic pain؟ عشان ما نعقد الامور راح نبلش فيها سلولي، راح انزل شوي عشان نبلش في هذا التونك. أنا بحب الأزرق، ناخذ أزرق. ننزل أكثر شوي محمد، شكرا. طيب أنا عندي أكثر من ون كلاس. إذا حكينا الإنسيدز خلصناهم، حكينا الإيباب خلصناه، راح أجي أحكي بالسنترالي أكتينج إيجنتس. كلنا بنعرف الأوبيويدز، مورفين وأوبيويدز، أوكي؟ أوبيويدز هم ذيس آر ذا لاست تشويس، لأن هدول centrally acting they play with the pain perception. مورفين، البيثيدين and so forth. كلاس كتير كتير كبير وله لحاله إن شاء الله محاضرات. فهذا هو last step. في عنا يعني كلاس عم بأخذ attention كتير في آخر 10 سنين 15 سنة وصار في كتير مشاكل، اللي هم أدوية ال anti epileptic drugs. اللي صار انه ادوية الاي اي ديز على فترات، هلا عندنا كثير ميديكيشنز، عندنا فينايتوين وكاربامازيبين وان بلا بلا بلا. في منهم طلع موليكيول اسمه جابا بنتن. جابا بنتن اتصمم من شركة اسمه بارك ديفيس بالزمانات از اي اي دي، بس الدواء بصراحة اتس نوت ذات افكتيف، يعني مش
not that effective بحالات ال patients with يعني epilepsy. بس by chance the patients اللي كان عندهم DPN improved, the pain subsided. فأخذ new indication في الحالات ال neuropathic pain. After a while طلع منه كمان دواء تاني مشهور كتير derivative اسمه pregabalin. الجابابنتين والبريجابالين they do not differ in their mechanism. هلا نحكي الميكانيزم. They do differ in their absorption و they differ in their half-lives. يعني الابزوربشن أحسن في البريجابالين والهاف-لايف أطول في البريجابالين. هنا بدنا ناخده Q8 hours, هنا Q24 أو Q12. والتنين we don't have that much difference بين التنين. طيب كيف اشتغلوا التنين؟ قبل ما نحكي كيف اشتغلوا التنين، في دواء ثالث قديم كتير كانوا يستخدموه اسمه كاربامازيبين. طبعا هذا when it pops in your mind لازم كل drug interaction pops up معه، لأنه الدواء مشهور بالdrug drug interaction، هو سايتوكروم اندوسر. هاي الأدوية to cut a long story short كيف تشتغل؟ عندنا بالسي ان اس انتيز او النيورو ترانسميترز، عندنا منهم بيعملوا اكسايتيشن مثل الجلوتاميت، وعندنا انهبيتوري زي الجابا. الجابابنت والبريجابالين وي ثينك ذات ذي اكت على الالفا 2 سب يونت في الكالسيوم شانل بري سينابتيكلي، بالتالي بتعمل ديكريز بالسكريشن للجلوتاميت وبتعمل انكريز بالجابايرجيك اكتيفيتي، بالتالي ات ويل موديوليت بين بيرسبشن، يعني بيشتغل سنترالي. الكاربامازيبين نعتقد انه كمان بيشتغل بنفس الليفل. هلا ريسنتلي ان ماني ارياز هذا الدراج بريجابالين صار في عليه مسيوز، لانه بتاخذ بفيري هاي دوزز بسوي لنا يوفوريا، وهلا الجابابنتين بتصور هلا صار كمان في عليه مشكله. طيب يعني هل هدول اونلي الدراجز اللي ممكن يتاخذوا في حالات نيوروباثيك بين؟ طب تخيل مريض عنده مثلا لو باك بين and he is a candidate for these medications، بس يعني في عليهم كتير نوع من الـ regulation والـ restriction لاستخدامهم. How can we manage؟ اللي صاير هلا كمان في عنا very good piece of information، عنا class من الـ antidepressants للانتيدبريسنس. إذا بتعرفوا هم كثير كلاسز، SSRIs SNRIs Tricyclic MAO inhibitors. طبعاً don't use these، بس يعني هدول أشهر شيء. ال SNRIs أصلاً أنا بعطيهم بالمريض اللي عنده اكتئاب with pain. في الغايدلاينز بحكي إنه ال AEDs first choice أو الـ SNRIs. مين الـ SNRIs اللي عندنا إياهم؟ عندنا SNRI كتير مهم اسمه فينلافاكسين، نسميه إنه نحطه بلون بني، فينلافاكسين. فينلافاكسين طبعاً له long half-life، والغالب we use the extended release. The other drug هو اسمه دولوكسيتين، هذا كمان one of the good SNRIs. بفرق هذا عن هذا انه هذا له short half-life. هلا كيف اشتغلوا هدول الميديكيشنز؟ هدول من اسمه SNRI يعني سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهبيتر، يعني they increase the levels of the نور ابينفرين والسيروتونين 5HT في السينابس، فthey will improve the pain perception عند the patients.
كثير مرات ممكن البيشنت يستخدم نونستيرويدال مع الاي اي ديز او اي اي ديز لحال او الاس ان ار ايز. يعطيكم العافيه.